وزارة الإسكان تطرح وحدات سكنية جديدة في موقع متميز تقع بالقرب من المعالم السياحية وخاصة الأهرامات وبمقدم يصل ل 150 ألف جنيه فقط. كيف تحصل على هذه الوحدات ومساحتها وأنظمة السداد والتقسيط أيضا؟ كل التفاصيل نعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطية. استمراراً لحرص الدولة المصرية على توفير وحدات سكنية تلبي رغبات شرائح المجتمع المتنوعة وأيضاً الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وشقة مناسبة لهم في ظل الارتفاع الكبير للعقارات، أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرح 1000 وحدة سكنية بمساحة 100 متر تطل على الأهرامات مباشرة وبمقدم يصل ل 150 ألف جنيه. أشارت أيضاً إلى أن الوحدات السكنية المطلة على الأهرامات تقع ضمن مشروع فالي تاورز في مدينة حدائق أكتوبر على طريق الواحات وأمام منطقة حدائق الأهرام وبالقرب من المتحف المصري، تطل أيضا على الأهرامات مباشرة. وأكدت أيضا أن عدد الشقق التي سيتم طرحها 1000 وحدة تقريبا، أوضحت أن سعر المتر فيها يصل ل 15 ألف جنيه، وهذا يعني أن الوحدة ستتجاوز 1.5 مليون جنيه. قالت أيضا أن هذه الشقق ستكون كاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين 95 و100 متر، وسيكون بالمشروع حوالي 74 برج، وكل برج سيتكون من أرضي و9 أدوار. أما عن تفاصيل الدفع والسداد فسيتم استكمال المقدم ل 20% من ثمن الوحدة، ثم يسدد 10% من ثمنها عند التعاقد، وباقي ثمن الوحدة 70% سيتم سدادهم على أقساط ربع سنوية لمدة تصل ل3، 5، و7 سنوات. أما عن موقع هذه الشقق فتقع الوحدات السكنية الخاصة بمشروع فالي تاورز بالقرب من المتحف المصري تطل مباشرة على أهرامات الجيزة، كما تتميز أيضا هذه أو شقق فالي تاورز فضلا عن إطلالتها المميزة وقربها من المعالم السياحية، قربها أيضا من عدة مناطق سكنية منها حدائق الأهرام، مدينة الرماية، مدينة السادس من أكتوبر. بالفعل كشفت مصادر في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن أن الشقق المقرر طرحها بالمشروع الإسكاني أمام المواطنين سيتم الإعلان عنها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وستبلغ حوالي 984 وحدة سكنية. أما عن نستعرض مع حضرتكم بشكل سريع وشامل أبرز المعلومات عن شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، حيث سيتم فتح الحجز عند 984 وحدة، وستكون الشقق بموقع متميز بالقرب من المتحف المصري تطل مباشرة على منطقة الأهرامات، سعر المتر فيها يصل ل 15 ألف جنيه غير شاملة نسبة التميز، والمساحات المطروحة 95 متر و100 متر، وسيكون مقدم جدية الحجز للمواطنين 150 ألف جنيه، يمكن لأي مواطن من أي محافظة الحجز، ولكن الحجز سيكون فقط للمواطنين المصريين. عند فوز الشخص بالوحدة سيتم دفع 20% من قيمتها بعد شهر ودفع 10% من قيمتها عند الاستلام، باقي ثمنها سيتم تقسيطه على دفعات تصل مدتها كحد أقصى 7 سنوات محملة بالفوائد حسب الرغبة للمستفيد. أيضا من المقرر أن تكشف وزارة الإسكان بشكل تفصيلي قريبا عن شروط طرح الشقق وأسعارها وأنظمة السداد الخاصة بالمشروع، حيث يأتي الطرح في إطار خطة الوزارة بهدف تطوير وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع. من ناحية أخرى، قد نفذت الدولة العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وأيضا الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك واضحا في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، أيضا تطوير المناطق العشوائية والنقل. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.